إلى روح الفنان فريد الأطرش، رمزا للإعجاب والحب والتقدير وتكريما للغناء والموسيقى في شخصه. تلكم هي الكلمات التي وردت في إهداء كتاب فريد الأطرش بين الفن والحياة، وقد صدر عن دار المعارف بمصر عام 1975، ولما تمضي سنة على رحيل الموسيقار الكبير، وذلك بمبادرة من محب فريد من أصدقائه وزملائه الفنانين وأقرب الناس إليه، الذين شكلوا لجنة منهم أوكلوا رئاستها للموسيقار محمد عبد الوهاب، وسعوا إلى إصدار هذا الكتاب باعتبار أن فريد الأطرش كان ملكا لجمهوره ومحبيه قبل أن يكون ملكا لنفسه أو لأقربائه، كما نقرأ في تقديم الكتاب ولاعتبارات أخرى وردت في المقدمة. ونقرأ في الغلاف الأخير للكتاب: لم يكن الأستاذ فريد الأطرش مجرد صوت يغني، وإنما كان قبل كل شيء إنسانا له عالمه الخاص، وبعد كل شيء فنانا ملأ حياتنا فنا ومتعة طوال 40 عاما أو يزيد. وفي هذا الكتاب لا تقرأ فقط عن دنيا وفن فريد الأطرش، ولكنك تقرأ أيضا تقييما له وتفسيرا لشخصيته وتحليلا لأعماله. وبدلا من أن يتناول الكتاب نجما واحدا في الفن العربي، فإنه يتناول أيضا نجوما لامعة وبراقة في ميدان الغناء والموسيقى. إن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، والموسيقار الفنان بليغ حمدي، والموسيقار الفنان محمد الموجي هم مجرد أمثلة للأقلام التي تساهم في هذا الكتاب. وعلى مستوى الصداقة يصحبك الموسيقار محمود الشريف مثلا إلى الدنيا الأخرى التي نشأ منها الفنان فريد الأطرش، وخرجت منها معظم أعماله فيما بعد. إنها أول مرة يحظى فيها القارئ بمثل هذا الكتاب. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل وبعد. أعود لأقول ثانية، لئن كان جلكم قد استمع إلى رأي الموسيقار الكبير بليغ حمدي في زميله وصديقه الموسيقار الكبير الراحل فريد الأطرش، وهو مرفوع على يوتيوب في كبسولة بعنوان بليغ حمدي في لحظة صدق، فأنا أدعوكم إلى الاستماع في هذه الكبسولة إلى مساهمته في كتاب فريد الأطرش بين الفن والحياة، وهي مساهمة بعنوان دفاع عن الضياع الحضاري. وبعد أن رفعت جزءا أولا منها في كبسولة أخرى تجدون رابطها في صندوق الوصف إليكم في هذه الكبسولة الجزء الثاني والأخير، فلحظات مفيدة وممتعة. لم يكن فريد يعيش لمستقبله ولا حتى يفكر في مستقبله، كان يريد فقط أن يفكر في الحياة باعتبارها الحاضر. إنه حاضر له ماض ولكن ليس له مستقبل. لقد انعكس هذا الإحساس على كل مجال حياة فريد وفنه، بما في ذلك حياته الشخصية وحتى في علاقته بالمرأة. إننا جميعا نعلم أن فريدا لم يتزوج، بل إنه كان دائما يرفض فكرة الزواج من أساسها في كل مرة يحس فيها بضرورة الاختيار واتخاذ موقف. إن فريدا لم يكن يثق بالمرأة مطلقا، كان يريد من المرأة دائما أن تعيش على هامش حياته وليس في مكان الصدارة من حياته أو حتى داخل حياته. إنني سألته مرة كصديق: لماذا أراك تحس دائما بفزع ضخم من فكرة الزواج كلما فرضت عليك الحياة هذا الموقف؟ وكان فريد رحمه الله يجيب: نعم، أما الفزع فهذا صحيح، أما الموقف الذي تفرضه علي الحياة فهذا غير صحيح، إنني كنت دائما أختار عدم الزواج لأن القدر لم يضع في طريقي أبدا المرأة التي أثق فيها ثقة كاملة. هل كان لهذا الشعور تأثير على فن فريد الأطرش؟
إنني أقول نعم. فالفنان مهما كانت رغبته في الفوضى والانطلاق والبوهيمية، محتاج دائما إلى الشعور بالاستقرار العاطفي، والفنان محتاج دائما إلى من تكون محل ثقته، لأن هذا يعطيه في النهاية شعورا يؤكد ثقته بنفسه. ولقد كان فريد واثقا بنفسه، ولكنه لم يجد من يثق فيه، أو على الأصح من يثق فيها. ربما من أجل هذا كنا نجد الحزن طابعا غالبا على معظم أعمال فريد الغنائية. بل إنني أقول أكثر من ذلك، فعلى المستوى الشخصي كان فريد الأطرش مقبلا على الحياة ومحبا لها ومتفائلا بها. وعلى المستوى الفني كانت أغاني فريد تعكس شعورا بالحزن، هو في حد ذاته شعور مضاد للشعور الأول. أيهما كان الأصل وأيهما كان الصورة؟ أيهما كان الحقيقة وأيهما كان الافتعال؟ لا أحد يدري بالضبط، ولكن الذي أرويه هنا هو أن هذا التناقض قد أثر بدرجة ما على فن فريد الأطرش، بمثل ما أثرت عليه تناقضات كثيرة أخرى في حياته. إنها أثرت على كل شيء فيه، وفي النهاية أثرت على فنه. إنني شخصيا أعتقد أن فريد كان يستطيع أن يعطي للفن أضعاف ما أعطى لو قدر له أن يجد في حياته الناصح الأمين، أو الصديق الوفي، أو الشريك المخلص. إنه نجح جدا بالرغم من هذا كله، وكان سينجح أكثر وأكثر لو توفر له هذا كله. إن فريد الأطرش الفنان أعطانا في موسيقاه الملامح الشرقية الأصيلة المتطورة التي تخلو من الرتابة، ويبرز فيها الشعور بالإيقاع، وتتميز فيها الجملة الموسيقية بالوضوح والبساطة. إننا نستطيع أن نرى هذه الصفات كلها في ألحان مثل أهوال أسمهان، أو أنا واللي بحبه، والربيع، وأول همسة، وغيرها كثير بصوته هو. إن تلك الألحان كلها دليل على مدى شرقية موسيقى فريد الأطرش ومدى تمسكه هو بتلك الشرقية. ولكن بعضهم يحلو له أن يسأل، هل كان تمسك فريد الأطرش بالشرقية في موسيقاه هو محاولة منه بالوقوف ضد التطور؟ إنني أبادر وأقرر أن الإجابة هي بالنفي، بل إنني أقول أكثر من ذلك، إن فريد الأطرش أعطى الموسيقى الشرقية أفكارا جديدة ومتطورة وممتازة وجريئة لم يعطها أي ملحن آخر معاصر له. ربما من أجل هذا كان فريد الأطرش مرشحا أكثر من غيره للخروج بالموسيقى الشرقية من آفاقها المحلية إلى المجال العالمي. إن فريدا نفسه كان يفرح بذلك، ولكنه لم يكن يعمل لذلك. لقد كان يستطيع وكان يفعل وكان ينجح فعلا، ولكن بعد قليل لا تلبث حياته اليومية وإقباله على حياته اليومية أن يمتصه من هذا كله. إن فريد الأطرش رحمه الله كان يقول دائما، نحن شرقيون ولنا طابع متميز فنيا وغنائيا وموسيقيا، وإذا عرفنا كيف نخرج إلى العالم بطابعنا هذا في موسيقانا، فسوف يرحب بنا العالم ويفتح لنا ذراعيه. ولقد خرج هو إلى العالم ورحبوا به وفتحوا له أذرعهم. إن ألحانا كثيرة وضعها فريد الأطرش وغناها، أعيد توزيعها وغناؤها في باريس وأماكن أخرى كثيرة، وجمهورا كبيرا كان ينتظر من فريد الأطرش أن يكمل هذه المحاولة، لأنه كان أكثر من غيره هو المرشح للنجاح فيها، ولكنه لم يفعل. إن السبب هو مرة أخرى طبيعته هو وحياته هو. كان فريد في حياته بسيطا وتلقائيا وواضحا وصريحا. إن صراحته كانت تصبح أحيانا قاتلة، إلى درجة أن الصديق الحقيقي له كان يهب في كل مرة بمقاطعته لكي يحول بينه وبين أن يدلي هو برأيه صريحا في طرف آخر موجود أمامه.
ولكن الصديق كان يفاجأ في كل مرة بأنه قبل أن يفعل ذلك، قبل أن يتدخل، فإن فريدا نفسه يكون قد قال كل ما يريده وكل ما يحس بوضوح واختصار وبساطة، ولكنها البساطة التي تكون في أحيان كثيرة أسوأ من القتل. وكان فريد في حياته كريما وبشوشا ومضيافا، وفي كل مرة كنت أصل فيها إلى بيروت فإنني عند أول مكالمة تليفونية أجريها مع فريد الأطرش أفاجأ بترحيبه وحرارته وإصراره على أن يرى بعضنا بعضا فورا. إنني لم أكن وحدي في ذلك، ولكن فريدا كان كذلك مع كل أصدقائه. إنه كان يحيط نفسه بعشرات من الأصدقاء في أي وقت من الليل أو النهار، وإذا تركت له نفسك فإنه يستطيع أن يملأ لك وقتك تماما لمدة 24 ساعة في اليوم. إنه يرتب لك كل ساعة ويشغل لك كل ثانية، وهو يفعل لك ذلك بغير افتعال وبغير ملل. إن النجاح الأكبر لفريد الأطرش كان يتركز في أنه نقل هذه البساطة وهذا الصدق إلى أعماله، والتي انتقلت بدورها من أعماله إلى مستمعيه. لهذا كانت شعبية فريد الأطرش، ولهذا كان نجاحه. لقد استطاع فريد الأطرش أن يساهم بحق وبشكل ملموس وواضح في تشكيل ذوق المجتمع العربي لسنوات طويلة مضت، وسوف يستمر هذا التأثير قويا لسنوات طويلة قادمة. بقيت نقطة أخيرة تتعلق بفريد الأطرش كمطرب. إن كل فنان يستطيع أن يقرر فورا أن صوت فريد الأطرش كان متميزا تماما بين كل من عاصروه من المطربين. كان صوته معبرا وحساسا وشديد الاحتمال ومتنوع الطبقات ومسرحي الإطار. إنه كان من أكثر الأصوات صلاحية للاستغلال الفني المسرحي. وفريد نفسه قبل تدهور حالته الصحية كان من القلائل الذين يستطيعون الغناء على المسرح لمدة ساعتين وثلاث وأحيانا أربع ساعات، وهو في كل مرة قادرا على أن يجدد ويبتكر في حدود اللحن الجديد الذي يقدمه، أو حتى في حدود لحن مستمر ومضت عليه 20 أو 25 سنة مثل لحن أول همسة أو الربيع. إنه كان قادرا على أن يعطي الجمهور إحساسا في كل مرة بأنه يغني له هذا اللحن لأول مرة. ولقد كان فريد يحتفظ لنفسه بطابع خاص ومتميز في أدائه، حتى إن المستمع يحس بالألفة مع هذا الصوت وبالحب الشديد. وإن الأذن العربية ظلت وسوف تظل سنوات طويلة تطرب تماما لهذا الصوت. ربما من أجله لم تفشل أغنية لفريد الأطرش، ولم يفشل لحن لفريد الأطرش، ولم يفشل فيلم لفريد الأطرش. لقد كان فريد ناجحا دائما، والنجاح ليس ساذجا كما قلت من قبل. النجاح يعرف جيدا أن يختار من يستحق النجاح، ولقد استحق فريد النجاح، واستحق أيضا ما هو أكثر من النجاح. وكم كنت أتمنى أن يطول العمر بفريد الأطرش لكي يعطينا مزيدا من الموهبة ومزيدا من النجاح ومزيدا من الأصالة ومزيدا من الفن. بليغ حمدي. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفنان الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.